انا مثلا واحده من الناس اللي بشوف ان انا بحب الالوان اللي هي مش معتاد عليها. أوكي. نفسي ان انا اعمل مثلا حيطه سودا. أوكي. ازاي ده اوظفه، وازاي ان انا فكره الناس التقليديه او اللي هي بتحب اللون الابيض ان انا برضو اعمله بشكل يكون مودرن شويه او شبابي اكتر. اوكي، المونوكروم كولر طالع برضو ما بيختفيش خالص، وبنقدر نوظفه صح مع الناس اللي ما عندهاش جرأة الالوان. في ناس كتيره ما عندهاش جرأة انها تستخدم لون في بيوتها، احساسها دايما ان اللون هيضيق، وده مش حقيقي. اللون بالزبط. ما بيضيقش لو اتوظف صح، ما بيضيقش. في اتجاه طالع ويلكم باك بلاك، حلوة. ان انا فرنتشر بحاله لونه اسود، اعرف اوظفه ازاي، اعرف ازاي ان انا اوظفه مع ويل بيبر مثلا منقوشه. ازاي الابيض ده استخدمه اهو الاسود مع كل الفرنتشر بتاعي طالع موضه جدا. تحفه، بحسه كمان ان هو شيك قوي. شيك جدا، شيك. والنبي وجهي كلمه لكل الاهالي اللي بيقولوا عروسه ما تحطش اسود. كنت لسه بتكلم معاها، حاجه سودة. كنت لسه بتكلم معاها قبل الهوا، كنت بقول لها ان انا اهلنا ما كناش قايلين لهم ان احنا عاملين المطبخ واوضه النوم اسود. ما لازم تفاجئهم لما لو عرف، ولما عرفوا كمان ان احنا عاملين اسود، ليه يا حبيبي الاكتئاب؟ وليه اللي انتوا عاملينه ده؟ في حد يعمل اوضه النوم اسود؟ فون على نفسك ليه يا حبيبي؟ يا جماعه دي موضه. الناس اللي بتخاف من الالوان دي انا ممكن ادخل لها خامه تانية معايا، يعني مثلا في المطبخ الاسود الاكليريك مثلا اللي هو فيه لمعه شويه او الدنيا بالظبط ده، انا ممكن ادخل لها خامه الخشب معايا بتمشي جدا. كقشره، قشرة الخشب نفسه بلون فاتح. ممكن الطاولة نفسها بتاعة المطبخ يبقى لونها فاتح، فأعرف أنطق مطبخي. بنعرف نتحايل على الموضوع ده، وبنعرف نتحايل على الألوان الغامقة شوية. أنا بستخدم لك اللون الغامق لأنه طالع موضة، وبرده مش هضايقك أو مش هضايق ضيوفك. فده كله بيبقى في إيدينا، في إيد مصمم أو مهندس الديكور إنه يتلاعب بيه، بحيث إن هو هخلق لك بيتك بالموضة ومش هضايقك. حلوة.